عباقرة الجامعات الموسم الخامس ومباراة مهمة في المربع الذهبي، وهفكركم بالنتيجة. جامعة أسيوط 135، جامعة كفر الشيخ رجعت تاني في المباراة 75. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمباراة النهائية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل جامعة، وأول سؤال نورهان إبراهيم. اتفضل يا نورهان. السؤال الأول لجامعة كفر الشيخ، وهنشوف موضوع السؤال إيه. شكراً يا نورهان، ارجعي مكانك. سويتش، في الحالة دي جامعة أسيوط هتختار موضوع السؤال لجامعة كفر الشيخ. تحبوا يتسألوا في إيه؟ رياضة. رياضة، سؤال في الرياضة. ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. رياضة، والسؤال هو من هو المدرب المصري الذي فاز مع النادي الأهلي ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة القدم عام 1986؟ الأهلي فاز في النهائي على نادي سجارة الجابوني. اللقب الثالث للنادي الأهلي على التوالي كان ملقب بقاعدة السواريخ سنة 86، صح؟ 86. إجابتك؟ أنور سلامة. نفس إجابتي كمان. أنور سلامة، للأسف الشديد إجابة خاطئة. سلامة. بدري، عندك إجابة؟ مش عارف. محمد عبد الصالح الوحش؟ لا. البدري، إجابة خاطئة. شيخ المحللين، اوه طه اسماعيل، الكابتن طه اسماعيل، هارد لك. السؤال الثاني وقام محمد، والسؤال الثاني لجامعة أسيوط. لو الإجابة صح، جامعة أسيوط اتأهلت للمباراة النهائية. علم، جامعة أسيوط، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. عشرين نقطة. علم، والسؤال هو تاريخ أحد أمراء الأسرة العلوية كان ولياً للعهد حتى ميلاد الأمير أحمد فؤاد الثاني عام 1952، فمن هو؟ كان ولي العهد والرجل الثاني من بدايتها لنهايتها حوالي 70 سنة. كلاوديا عاطف، إجابتك؟ محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم، للأسف إجابة خاطئة، مش محمد عبد المنعم. في إجابة؟ محمد توفيق. محمد علي توفيق، إجابة صحيحة. برافو يا رفعت، السؤال ما كانش سهل، برافو عليك. 20 نقطة. 95، جامعة كفر الشيخ. 135، جامعة أسيوط. أحمد يسري، طبعا دي قصر في المانيال من أجمل القصور في مصر. سؤال الثالث، علم، ما عندكوش اختيار او فرصة غير ان انتوا تجاوبوا على السؤال. سؤال بتلاتين نقطة، لو الاجابة صح لسه في فرصة، لو الاجابة غلط المباراة اتحسمت لصالح جامعة أسيوط. علم، والسؤال هو علوم، ما هي الدولة الاسيوية التي اطلقت المرصد الفضائي أستروسات عام 2015؟ انطلقت المهمة 28 سبتمبر، أول مهمة فلكية
مخصصة لدراسة المصادر السماوية من الدولة دي. رفعت إجابتك. كازاخستان. كازاخستان إجابة خاطئة. هارد لك جامعة كفر الشيخ. نحيي كلنا جامعة كفر الشيخ. التاريخ بيعيد نفسه. الحمد لله. جامعة أسيوط في إجابة ولا فيش إجابة؟ ماشي. كلاوديا. الهند. الهند. ما سمعتيش كلامهم ليه؟ كل واحد قال إجابة. كل واحد قال دولة. والله الصين اليابان الهند فأنا ما. الهند إجابة صحيحة. الهند الإجابة صحيحة. برافو عليك يا بدري. هو اللي اداك الهدية دي. 165 جامعة أسيوط. 95 جامعة كفر الشيخ. بكرر تاني، جامعة كفر الشيخ لعبت موسم قوي جدا والمباراة كانت صعبة. جامعة أسيوط الحقيقة كنتوا مركزين أكتر في الفقرة الأولى. الحمد لله. آخر سؤال، إبراهيم الدسوقي. السؤال الأخير فنون. سؤال في الفنون، يا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ حسمت صح؟ حسمت. فنون. والسؤال هو، من قام بإخراج فيلم اتنين على الطريق؟ تأليف فاروق صبري، بطولة شمس البارودي، عادل إمام، عادل أدهم، وحيد سيف، وصلاح نظمي. انطلق. هو اسم مش عاطف الطيب؟ اسم مش غريب خالص يعني. عاطف الطيب يا آلاء. طبعا إجابة خاطئة. هو سؤال خبيث جدا الحقيقة. محمد حمدي إجابتك. خيري بشرة. سؤال خبيث جدا. حمدي إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الفنان حسن يوسف. واو. جامعة كفر الشيخ لعبتوا موسم عظيم، تألقتوا في ماتشات طبعا طبعا. تألقتوا على مدار البطولة، ولكن جامعة أسيوط كانوا مركزين أكتر النهاردة شوية. محمد رفعت هنشوفك بإذن الله على لقب أفضل لاعب في الموسم الخامس. جامعة أسيوط التاريخ بيعيد نفسه. يا رب يكتب نهاية مختلفة. يا رب ممكن يعيد نفسه بنهاية مختلفة. محدش عارف. إن شاء الله دي ماشي. يا رب. القاهرة نفس مشوارها الموسم اللي فات. جامعة اسكندرية دور الثمانية. جامعة طنطا قبل النهائي. جامعة أسيوط في النهائي. خير. محدش عارف إيه اللي هيحصل في الموسم الخامس. أفضل لاعب في ماتش النهاردة نفس سكور الماتش اللي فات. واو. بسبعين نقطة كلاوديا عاطف. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 260 نقطة، وكل نقطة بعشرين ألف جنيه بما يساوي 5,200,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 34,330,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. كانت مباراة حلوة وكانت مباراة صعبة على الجامعة. أنا الحقيقة مبسوط بأدائكم جدا في الموسم. الحقيقة كلنا جامعة كفر الشيخ. جامعة أسيوط هشوفكم بإذن الله في المباراة النهائي إن شاء الله. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.